بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي مع بعض الـ exercise number 2 اللي هو perform post installation configuration. هنعمل بعض الـ configuration بعد ما نزلنا الـ Windows بتاعنا. فهاجي كده افتح الـ Windows Server 2020، لو مكنتش لاقيه طبعا هاجي من فايل واقول له open وادور على النسخة بتاعتي كنت مسيبها فين واختارها، وبعد كده ها 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 ايه هبارن على الـ Windows Server بتاعي دوت. اوكي start windows normally enter هايد الحاجات التولز ديت enter يبدأ يopen الويندوز. وكده خلاص بالنسبة لنا فتح، بس هو يبقى منتظر دايما ان احنا ندوس. لو هو كده بيبقى المفروض ده سيرفر، حاجه بتبقى شغال كل سيرفيسز تحت شغاله راننج. لكن لو انت عايز تفتح الويندوز بتخش في كنترول الت ديليت او كنترول الت ديليت. الويندوز اللي بره اتاثر مش مشكله ما يهمكش. خش بالباسورد بتاعنا بي كابيتال اي دولار ساين اس اس دبليو 0 ار دي انتر. يبدا يجهز الديسكتوب بتاعنا. فتح الويندوز. بيقول انت قفلت الويندوز ليه واللي حصل مش عارف ايه وكلام من ده. ففي طرق لازم تقول له السبب وكلام من دوت. هقول له ان بلاند وخلاص، يعني البروبلم اي دي رقم واحد واي حاجه وخلاص، يعني بروبلم حصل ماشي. فتح لي حاجة اسمها initial configuration task. الـ initial configuration task ممكن نظبط منها بعض الحاجات الكتير جدا المهمة، زي مثلا computer information زي activate windows بتاعك البرودكت. طبعا هنا بتنوت اكتيفيت المفروض اعمل له اكتيفيت. اظبط الـ set time zone بتاعتي واظبط المكان والوقت و و و من هنا عادي او من تحت مش فارقة كتير، يعني مش هنضيع وقتنا في انها تشينج التايم زون بتاعتنا يعني على السريع كده. حاجه هو الاكسرسايز بتاعنا جاي كده معلش. اختار مثلا اي حاجه مش عايز اوتوماتيك ادجاست دي خلاص. اوكي اي حاجة ماشي. اوكي ضبطت التايم زون. محتاجين مثلا بروفايد الكمبيوتر نيم اند الدومين نيم والكلام ده كله. ادوس قال لي الكمبيوتر ديسكريبشن، قال لي الفول كمبيوتر نيم اي اسم كده. هقول له انا عايز تشينج الكلام ده، انا هغير الكمبيوتر نيم. قلت له اه. كلنا هنمشي على نفس المثال. هسمي الكمبيوتر بتاعنا دي سي 1، هسمي الكمبيوتر بتاعنا دي سي 1 ومدايس على اوكي. لو قال لي راستر مش راستر دلوقتي خالص. قال لي يو ماست ريستارت كمبيوتر تو ابلاي ذيس تشينج. اوكي ماشي ان شاء الله يبقى قابلني. ريستارت ناو تقول لا ليزر بعدين خلاص. بعد كده عايز اكونفيجر النتورك بتاعنا. اكونفيجر النتورك في اكتر من طريقه او اكتر مكان نكونفجر بيه النتورك. خلينا برضه نقول زي ما احنا لسه في الكونفجريشن بتاعتنا او الانيشال كونفجريشن تاسك. كونفجريشن نتوركينج لقيت ان في عندي ادي يعني نتورك كونكشن اللوكال اريا كونكشن نتورك بتاعنا اللي موجود. احنا محتاجين ان احنا نتشينج السيتنج بتاعت الاريا كونكشن بتاعتنا دي او اللوكال اريا كونكشن بتاعتنا دي عشان نقدر نكونكت في اي حته ثانيه، نقدر نكونكت في حاجه ثانيه. فممكن اختار كليك كمان وبروبرتيز علشان اخش على الخصائص الخاصه باللوكال اريا كونكشن بتاعي عشان اظبط الاتصال او وضع الاتصال بالشبكه بالشبكات يعني. قال لي طبعا في عندك حاجات كتير من ضمن اهميتهم دلوقتي بالنسبه لنا اللي هو الانترنت بروتوكول في فيرجن 6 وفيرجن 4. احنا بنشتغل على فيرجن 4 دلوقتي. يمكن في الجزء النظري اللي بيتكلم على ايه الفرق ما بين الـ
اي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6. ولكن اي بي فيرجن 4 كل الشبكات بتاعتنا تقريبا دلوقتي شغاله اي بي فيرجن 4. لكن هو كل مشكلته بس باختصار عشان ما نضيعش وقتنا، ان هو الخانات بتاعته بدأت تستهلك لدرجة ان احنا قربنا ان احنا نخلص كل اللي المفروض. الرقم ده يعني ما بيتكررش، يعني الرقم ده المفروض ان كل واحد ليه رقم ما بيتكررش. طبعا دلوقتي بقى معذور اجهزة الموبايل واجهزة التابلتس ومش عارف ايه وبتاع، بقى ممكن يوزر واحد يبقى ليه اكتر من اي بي على جهاز الموبايل وعلى جهاز مش عارف التابلت وعلى البي سي بتاعه، واذا كانش عنده كمان لابتوب ومش عارف ايه. فبدأنا نستغل ايديهات كتيرة وايباهات كتيرة، وممكن قريب جدا جدا نلاقي الايباد دي بدات تتكرر وتبقى عندنا مشكله كبيره جدا. فنزلوا فيرجن جديد اسمه اي بي فيرجن 6، ده بقى بيدعم عناوين اكبر بكتير جدا جدا من فيرجن 4، لكن مش قادرين يتنقلوا طبعا بسهوله دلوقتي لانه مش متوافق تماما يعني مع الرابع او مع الفيرجن 4 يعني. لكن خلينا دلوقتي بنتكلم على فيرجن 4، ندوس كليكتين. بعد ما دوسنا دبل كليك هنا على الاي بي بروتوكول فيرجن 4، فتح لي بقى الايه ان انا اكتب الاي بي بتاعي. فقال هنا تحب احط لك الاي بي ادرس اوتوماتيك، يعني طبعا ده بخلال حاجه اسمها دي اتش اس بي انا بنتكلم عليها بعدين، لكن دلوقتي احنا نقول له لا احنا هندخل الاي بي ادرس بتاعنا استاتيك. طبعا الاي بي ده احنا اتفقنا ان هو خلاص ده يعني معرف بمفروض او رقم اي دي، يعني الاي دي دوت المفروض ان هو مش بيتكرر على الاجهزة كلها، كل جهاز بيبقى ليه رقم خاص بيه. وهو بيتكون في الاساس من ثلاث مرتبات اساسية خلاص، والرابع ده بيبقى خاص بالجهاز نفسه. يعني ممكن نقول ده مثلا الاجهزة كلها بتبقى مشتركة في الثلاث ارقام الاولانية، والرقم الاخير ده بيبقى مختلف من واحد الى اخر خلاص. يعني مثال، يعني لو في جهاز مثلا الاي بي بتاعه 192 مثلا، يعني 192 وبعد كده اي حاجة 20 6 2، هتلاقي كده ان 192 20 6 ده في حد ذاته كده لغاية هنا ده رقم الشبكة خلاص. اما 2 دي بالنسبة لنا هتبقى هي دي بالنسبة لنا هو ده رقم الجهاز نفسه اللي احنا بنتكلم عليه خلاص. ماشي. عنوان الشبكة بالنسبة لنا لو عندي أكتر من جهاز، اللي هو يعني أول ثلاث خانات دول، لو عندي خمس ست أجهزة 10 أجهزة، أول ثلاث خانات دي بالنسبة لنا بيبقوا ثابتين مع الكل. بعد كده أبدأ أرقم الأجهزة بقى اللي هي اللي عندي الخمس ست أجهزة اللي عندي، ده بواحد التاني باتنين ده بتلاتة ده بأربعة ده بخمسة وإلى آخره يعني خلاص. يبقى الرقم الأخير ده اللي بنميز بيه وأرقام الأجهزة نفسها. طيب كل ده كلام جميل. بعد كده بيطلب مني حاجه اسمها سب نت ماسك. ايه هو سب نت ماسك؟ انا اول ما نزلت طبعا قال لي 255 255 255 0 خلاص. ايه هو بقى السب نت ماسك، وهل فعلا بنستفاد منه على الشبكه ولا لا، ويعني اهميته يعني. لو كان مثلا عندنا شبكه مثلا مكونه يعني من مجموعه اجهزه كده، والشبكه دي كانت يعني قسمناها لجزئين وبقى عندنا يعتبر الى يعني فيما معناه شبكتين مش شبكه واحده خلاص، وحبينا نربط ما بين الشبكتين دول، الشبكه دي فيها خمس ست اجهزه او 20 جهاز ودي عليها 10 20 جهاز، وقلنا نربط ما بين الجهاز ما بين الشبكتين دول مثلا براوتر مثلا. طيب يعني يعتبر جزئين، معمل واحد مثلا ومعمل اثنين. لو كان معمل واحد مثلا الاي بي بتاعه 192 20 6 1 اللي هو زي ده كده، او 6 2 او والسب نت ماسك بتاعه 52 250 255 255 255 وفي الاخر 0. افترضنا ان معمل 2 ده بقى اللي فيه مثلا 192 20 6 وهنا بقى بدا من 50 مثلا خلاص، قمت جاي انا محدد سب نت ماسك مختلف 255 255 0 0 خلاص. هم اصلا المفروض ان هم يعني عشان نبقى فاهمين ان هم ثلاث مراتب، الاول 255 0 0 0
ودي معناها ان انا من 0 ل 126 الارقام بتاعتي، ولو من 128 لغايه 191 بيبقى 255 255 و00، ولو من 192 ل 223 بتبقى 250 255 255 300 255 وفي الاخر 0. 255 ده رقم الشبكه طبعا، 0 ده اكيد رقم طبعا الايه الجهاز نفسه. المهم ما علينا من الحته دي، ما يهمنيش قوي دلوقتي، لكن اللي يهمني ان لو في جهاز بعت رساله من معمل واحد الى 192 20 6 10 خلاص، الرساله دي هتروح لمين؟ للراوتر. الراوتر ده هيبقى عنده جدول اسمه راوتنج تيبل، اسمه راوتنج ايه؟ تيبل. الراوتنج تيبل دوت فيه كل العناوين في الشبكتين بتاعت معمل واحد وبتاعت معمل اتنين. اذا لقى ان العنوانين اللي جاي واللي رايح، يعني المرسل والمستقبل، ليهم السبنت ماسك واحد، فمعنى كده ان هما الاتنين جوه نفس الشبكه بتاعت معمل واحد مثلا، فيسيب الرساله تمر جوه نفس الايه؟ جوه نفس الشبكه الداخليه. اما لو لقى السبنت ماسك مختلف فمعنى كده، يبقى معنى كده ان هو الرساله دي جايه من معمل واحد يبقى اكيد رايحه معمل اتنين او رايحه للشبكه الثانيه. ودي الوظيفه الاساسيه بتاعت الايه؟ بتاعت السبنت ماسك. خلاص؟ طيب حاجه كمان، طيب الديفولت جيت واي، الديفولت جيت واي دي عباره في يعني بتبقى في اغلب الاحيان ساعات بتبقى جهاز، الجهاز ده بيبقى مثلا راوتر مثلا، والراوتر دوت انا ببعت له بيبقى واخد اي دي او اي بي وببعت عليه البيان، وهو اللي بيبدا يمرر الباكتس او البيانات بتاعتي من اللوكال نتورك بتاعتي لاي نتورك اخرى انا متصل بيها. يعني مثلا على سبيل المثال لو احنا اتصلنا بالانترنت عن طريق مثلا راوتر من شركه من شركات الاتصالات مثلا وكده، بالنسبه لنا الراوتر بتاعنا اللي هيبقى جايبينه ده اللي هو بيتصل بالانترنت هو ده هيبقى الديفولت جيت واي، والرقم اللي هيتحط ده هو ده رقم الراوتر بتاعنا اللي هيمرر الايه هيمشي البيانات بتاعتنا الى من اللوكال نتورك اللي احنا مشتركين عليها الى ايه؟ الى شبكه الانترنت. طيب يبقى كده احنا فهمنا الديفولت، يعني مثلا لو انا كاتب مثلا الديفولت جيت واي مثلا 10 مثلا 8 1 1 مثلا، يبقى كده تفهم ان لو في راوتر وهنشتغل ما بينه وما بين شبكه ثانيه يبقى ده رقم الراوتر بتاعي اللي ممكن يشتغل او يراسل ما بينه وما بين الشبكات الايه؟ الشبكات الاخرى اللي احنا بنتكلم عليها. طيب بالنسبه لنا في الاكزامبل بتاعنا هنحط البيانات بتاعنا الاي بي بتاعنا اللي احنا عايزين نحطه بالظبط، نحط 10 الاكزامبل اللي حاطينه في الكتاب، يعني 10 10 0 10. طيب ماشي، وسبميت سبنت ماسك هيبقى 255 255 00. الديفولت جيت واي 10 10 0 10 ده 10 10 0 10. طيب تعالى بقى ليه للدي ان اس سيرفر ادرس، الاسم الخاص بالسيرفر. السيرفر هو لما يكون جهاز بقى رسمي اساسي وهو اللي احنا بنحاول نوصل له، يعني جهاز هو سيرفر وانا بقول ان انت خد بالك انت تابع لجهاز الاساسي السيرفر الفلاني اللي هو بيخدم على النتورك كلها. بالنسبه لنا المفترض ان هو ده السيرفر ذات نفسه، صح ولا ايه؟ مش هو ده السيرفر ذات نفسه اللي شغال عليه. فاجي هنا في البريفيرد دي ان اس سيرفر اكتب نفس الاي دي بتاع الجهاز عشان هو الجهاز يفهم ان هو السيرفر بتاعك هو انت ذات نفسك. فلما احط 10 10 0 10 خلاص بقى كده المفترض ان احنا يعني هو كده بيدور على السيرفر ده. فاي ولو عندي كلاينت تاني هكتب فيه نفس الايديات بس طبعا غير 10 دي خليها 11 12 13 اي جهاز بقى زي ما انت عايز، بس في البريفيرد دي ان اس
سيرفر، يبقى دوت هو برضو رقم نفس السيرفر بتاع الجهازين او 3 اجهزه او 10 اجهزه او اي جهازه موجوده عندي. اقول له اوكي خلاص وي اوكي. هيبدا بقى يعمل حاجه اسمها ايدنتيفاينج، بيحاول يعرف النتورك بتاعته. نفتح الاوبن نتورك اند شيرنج سنتر، فبدا يعرف الايه ادي ايه هنا undefined. ماشي النتورك مش مشكله، مفيش انترنت، لكن بدا يعرف الايه النتورك اللي لسه غير مش متشافه كويس، يعني مش مشكله. ده كده بالنسبه لنا قدرنا نبص بص سريع ونعمل الاي بيهات، وشفنا يعني ايه، عرفنا يعني ايه اي بي ادرس وسب نت ماسك والديفولت جيت واي والبريفيرد دي ان اس سيرفر نيم. وخلاص كده خلصنا الاي بيهات بتاعتنا، وبكده نكون خلصنا الاكسرسايز 2 و2 ان شاء الله الاكسرسايز 3.